Wow, das sind. Aber das sind. الصمت هو لغة الفردوس أو لغة الملكوت. ما بيقدر يكون اثنين عم بيحكوا ويقدروا يفهموا على بعضهم بنفس الوقت. الراهب بيسكت لسانه عن التحدث إلى الآخرين، ولكن داخله بيكون عم بيصلي باستمرار: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. أيضا يحتاج الراهب إلى فترات كون إنسان ما في دل ساكت على طول، لكن يشغل نفسه بتسبيح الله. بتلعب دور كتير مهم، لأنه بتخلي كل حواسه، إن كان النص اللي عم يسمعه اللي بيترتل أو يقرأ في الكنيسة، وإن كان النغمة الميلودي، هي بتساعده خليه يقدر يرتفع بكل عواطفه، تنشحن كل أفكاره وكل طاقاته حتى يقدم هالمحبة: أحبب الرب إلهك من كل طاقاتك. فالترتيل له دور كمان كتير مهم، لأنه بيخليه يعيش بعوالم مختلفة، عالم روحي فوق هذا العالم المادي. أنا الأرشمندريت مندلي من فرح، كنت قريب كتير من الدير من أيام صغري. بأواخر سنة 1994 كلفني المطران جورج خضر أن يكون أنا رئيس الدير. دير السيدة حماطورة، واللي بيعني باللغة السريانية جبل الحماسة، جبل الحمية، موجود في شمال لبنان على ارتفاع 450 متر عن سطح البحر. طريق له صعب مثل ما بتعرفوا، لأن المشي سيرا على الأقدام بحاجة إلى، إذا صحته كويسة ورياضي، بده نص ساعة حتى يوصل صعودا إلى الجبل.
احنا قلنا هون 22 سنة صار عددنا 18 شخص. كان تقريبا في عدد أكبر من هيك، ولكن ملك اللي ثبتوا ملك اللي قدروا يثبتوا جدارتهم إنه يبقوا بالدير، أو ما وجدوا الدير هوني قادر إنه يساعدهم يعبروا عن وجودهم وياخدوا حجمهم في هالجهاد. هالسبب ما تابعوا. هلأ الناس لما بيشوفوا شخص بيرتاد الدير بيلاقوا شغلة صعبة وغريبة، فبيصيروا إذا بدنا نقول يعملوا دعاية معاكسة، كسدوا بالحياة الرهبانية وبيعتبروا أنه الراهب إنسان كسول منعزل عنده مشاكله النفسية والعاطفية اللي بتخليه يبتعد عن المجتمع. اسم الأخ لوكا الأساس، لوكا هو لوكا الطبيب المعترف بروسيا، لأني أنا كنت أساس سابقاً درست الطب. أول صعوبة كانت أول مشت على الدار أني نطع على علاقة مع الأهل أو الأحرى، تصير العلاقة بغير إطار، يعني كان هاي محبة الأهل كانت شغلة مهمة. نشكر الله هيدي تعذبت بالأول فيها كتير وعليهم تأقلم معها. كان عمري وقتها حوالي 30 سنة، الأهل كانوا كتير سلبيين، ما استوعبوا أبداً الموضوع. كان في عندي خي أصغر مني هددني حتى أنه بده يجيب الجيش على الدير. تاني شغلة هي إبداء الرأي، يعني إذا شغلة مثلاً أنا بشوفها بغير طريقة يصير في اصطدام مع الأخوة. معود انه انا كان عندي طلاب تحت ايدي، انا كنت اعطيهم التوجيهات، كنت اوعى بفكره الايدين، كان يعذبني كثير هذا الفكر انه دين الاخرين. مشان هيك نحن عندنا بالرهبنه شيء اسمه الطاعه. بس كنت بالجامعه تعرفت على زميلي لالي وكنا نروح انا وياه. يعني في مره كنا عزمه على مطعم، كنت طالعين مقابل الدير، فبقول لها انا اذا قدرت ما مشي الحال انا وياكي بدي اجي على الدير. قالت لي انت عم تمزح اكيد. قلت لها بكره بنشوف. كان في تخطيط انه تم الزواج بعد كم شهر ويصير في بيت وكل شيء وعائله. يمكن هي كمان عمرها كان شوي بلش انه ما عادش يسمح في تاجيل، وكانت هي بالنسبه لي شوي بعيده عن الكنيسه. هذا السبب الاساسي اللي كان انا خليني انه ما عادش جاهد كثير لحتى تستمر العلاقه. العمل الرهباني إجمالاً اللي بيصير بالدائرة هلأ عنا هو إشياء بتخص الأكل، إشياء بتخص الإنتاج الروحي، وإشياء بتخص الإنتاج الزراعي. نحضر الأكل كل يوم بيومه لألنا وللزوار اللي بيكونوا عندنا. عنده الآخرون لأنه تعالى عليهم، لكنه تواضع بعد ذلك أكثر من الآخر. هل جو كله سوا بيساعده أكثر أن يكون الإنسان بسيط في تكلفات الحياة واحتياجاتها، فبيقبل يعيش بفقر ببساطة. الفقر هوني مش انه ما يكون عنده شيء بالمرة، ولكن الشيء اللي عنده قادر انه يشاركه للآخرين. اللهم اغفر لهم الذين يرحمون ويخدمون. اللهم اغفر لهم وارحمهم. يكون ابدا ذكروا طوابنا دائما ذكروا شهيد هذا الدير. رئيس الدير عين ان انا اكون هون بهالخدمة مشان اشتغل بالاجبان والقلبان. هذه الكاس اللي بنعبي فيها الجبنة، بنعبي فيها الشانكليش، وهدول الستيكرز اللي محطوطين على الكاس إن كمان من شغلنا نحنا. مبدئياً الحاجة الأساسية هي إنه نكفي الدار مشان نكون إحنا عم نعمل شيء من شغلنا نحنا.
كل واحد بيشتغل بتعبه وبيأكل. بعدين النكست ستيب هي انه العالم اللي حوالينا اللي عم بتصير تاكل عنا عم بتحب هالانتاج تبعنا. نحن هون منا عم نشتغل شغل يعني. نحن اللي عم نعمله هو بس انه لازم واحد مشان ما يضل بطال. مشان ما يكون واحد عم يفكر انه he's doing anything that worth. أول كل شيء الإنسان وقت بده يجي يعمل راهي بده يتخلى عن كل شيء، عن العالم كله وعن أملاك وعن ليه؟ عن ما بده يرجع يفكر بشيء خالص، بده يحط قدامه يسوع وبس. محبة هي أساس كل شيء بالكون كله سوا، والدنيا برا محبة ما بتسوى شيء. كل بيت يقسم على نفسه يخرب، إذا ما كانش أهل البيت كلهم متفقين بيحبوا بعضهم بيخرب البيت، وهيك الدائر وهيك الإخوة وهيك العائلة كلها سوا. بيقول القديس بايسيوس وقت اللي بيكون في محبة بالبيت بتنشر حواليها هالة كبيرة، لهالسبب كل الناس اللي بتجي بتشعر بهاي الهالة. أنا أخ بايسيوس ولي تقريبا 20 سنة بدي. وقت اللي جيت لهون أول مرة متشوق لشوفه من كتر الناس ما كانت تحكي عنه. فأول ما شفته يعني بحس يعني شيء من جواتي ريحني كليا، إنه هذا الشخص كأنه هو بقلبي. هالشيء ساعدني، وكل ما كنت أضعف كان هو الشخص الوحيد اللي حسه، حتى لدرجة صرت حسه أكثر من بيو أمه. حياة العالم لا أبداً ما كتير بتعني لي. كنت مشاغب كتير قبل ما أجي وقبل ما أفكر بالرهبني، وحب المشاكل وحب هيك إنه يبين. أنا بعد اللي خلصت خدمة عسكرية اشتغلت بجلي البلاط. بعد لحقت لمرحلة إنه كل الدنيا فاضي ما في شيء، كل السعادة الواحد بيركض اللي يحققها دائما في نقطة إشارة استفهام ما بيعرف شو هي. بعدين بيكتشف أنه هي دائما في فراغ روحي، هذا الفراغ الروحي هي بتقود لمحبة ربنا. صرت أختبر الرهبني وحبيت. أنا حبيت أعمل راهب لأنه حسيت أنه كل شخص الوحيد اللي شو ما أعطيته أو شو ما أخذت منه بيضل يعطيك أكثر، هو الرب يسوع. هالشي بيخليك يكون عنده هاجس لواحد، وبعدين كل الدنيا هيك بحسها أنه بلحظة بتختفي. الحياة الرهبانية غيرتني أنه دائما يزيد الواحد تضحية ومحبة للآخر. بحاول ضحي بكل شيء فيني لريح أخوتي، ونفس الشيء هنو كمان بالمقابل بيعملوا هالشي. هالشي بيخلينا نكون واحد. مثل بيقول القديس بايسيوس، قد الشخص ما بيضحي للآخر بيحس بشعور العيلة أكبر. النذور الرهبانية هي مانا صعبة بقدر ما إنه الواحد يجاهد، بس مشكلة إنه إحنا بضعفنا البشري كتير منخبط بالحيطة.
أنا اللي عندي خدمة بقلب الدار هي إنه أطلع على الأرض هناك نزرع ونجيب الخضرة على الدار. هودي أخ شغبي البولونيا؟ هودي شو اسمه؟ دوار الشمس. أوكي مزبوط. بذر زرعتون؟ بذر. الأشياء اللي بنزرعها هي مثل بندورة، خيار، خس، بصل، ثوم، بطاطا، باذنجان، كوسة، كل أنواع الخضرة يلي الدار هو بحاجة لها. إذا صار في فايض منها مننزلها على السوق أو منبعتها بركات لناس محتاجة. نحن بس نحوش الخضرة منحطها بسحيحير ومنحطهم بالسيارة ومنيجي فيهم على رأس الجبل فوق الدار. الونش صار له تقريبا 20 سنة مننزل فيه كل الأغراض مش بس الخضرة، كل شيء الأغراض اللي بيوصلوا على الدار. وبياخد تقريبا بحدود 10 دقايق من رأس الجبل على الدار لتحت. يا رب يسوع المسيح ارحمني من الخاطئ، 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 يا رب يسوع المسيح ارحمني من الخاطئ. بعد ما اسلم شيك احسن اكتب الجوال. تعلمت الشمع من الاخوه قبلي، فهيدا بالتقليد يعني الاخ بيعلم الثاني. بلش من هونيك، بنبلش من هذيك المال وبنمشي. هي هيدي خلي اول وحده هون، هلا بغطس بصدي هيدي. بلش لتحت لتحت تحت، بصب التحتاني وبنمشي. بس نفوت عليه الدير حتى لو كنا بعدنا علمانيين يعني زوار عاديين مجبورين نلتزم بالقانون تبع الدار، اللي هو انه انا اذا بدي اشتغل وين ما عم اشتغل، كان بالشمع كان بالمطبخ كان بالتنظيفات، بدي اكون عم اقول صلاه رب يسوع اللي هي رب يسوع المسيح ارحمني عن خاطئ. وهيدي لحتى نتعود انه ما عادش نحكي كثير، يعني كان حتى ممنوع انا اسال الرهبان اللي بالدار انت منين جاي وشو كنت عم تعمل وين رايح وين جاي، الامور هيدي كانت ممنوعه. بعدين لقيت انه لا هي شغله حلوه، يعني واحد بيخفف كثير قد ما فيه من الاحاديث مع الاخرين. الراهب بيحب التعب، اذا ما عنده محبه للتعب بصير بده يتكل على غيره. وهون هيدي الشغله منيحه لانه نحن بده واحد هو يدبر حاله بحاله. يعني اذا كان هو معود مثل انه ماما جيب لي شوكولا وبابا جيب لي بسكليت وهني عم يجيبوا له يون هودي، اكيد بلاقيها صعبه لانه هو معود انه يجيبوا له كل شيء. فانا بقول هاي راجع على كل شخص، ما فينا نقول انه مثلا في سنه سنتين بصير عنده يون كل راهب،
حسب كل واحد هو باك جراوند الخلفيه اللي هو جاي منها. انا مبتدئ بالدير وصار لي 6 سنين، عمري 25 سنة، ربيت ببيت أرثوذكسي وكان على طول عندي هالطموح انه بدي اكون بالدير. درست سنة بالجامعة أركيولوجي آثار، كان عندي فرقة علم موسيقى. الخدمة الأساسية يلي أبونا وكلني فيها أول ما جيت على الدير هي البخور. أبونا باندا ليمون بالدير هو مثل نوح بالسفينة، هو كان قائد السفينة وأبونا هو القائد هون بالدير، هو المسيح على الأرض بالنسبة لإلي. وهيك لما أبونا أعطيني القرار أني أجي على الدير ما كنت عارف أنا أني جاي، يعني كانت هيك زيارة لإلي على الدير، ما كنت مجهز حالي. وهيك كانت كأنه العذراء قالت لي خلص تعال عندي. دعوتنا ان نقوى على اخطائنا، نقوى على انفعالاتنا. الراهب بيسعى حتى يوصل الى اللاهوى، اللاهوى يعني ما بقى عنده اي شيء بيأثر عليه. هيك بيصير واحد يقدر يتقدم ينمى روحيا ويصير فعلا في اللاهوى، حيث اي ممارسه اي شغله ممكن تكون بحياته ما بتشكل له هالقد ضغط وتعلق. هيك الرب يسوع كان يقول دائما سامحوا، لانه لما بتسامح انت بينضف قلبك وبترتاح وفيك توجه ربك بهدوء، ما في عندك اي شكوى، ما في عندك شكوى عم تشكي علي. احلامك هون نحن قدام مدفن الرهبان. عادة الراهب بيدفن في الأرض حسب التقليد، وبعد فترة بيشيلوا رفاته عظامه بيحطوه تحت الكنيسة حتى نصلي لهم دايما ونشاركهم. هالشي إيمانا من الكنيسة بأنه الناس اللي بينتقلوا بعد الموت ما بيكونوا منقطعين عنا، نحن دايما في تواصل بيننا وبينهم بالصلاة، ما منشوفهم ولكن هني متصلين معنا بالصلاة، هني بيصلوا لنا ونحن بنصلي لهم. هيك دائما احنا بنزورهم حتى نشجع انفسنا بانه الموت منه مصيبة ولكنه هو اللقاء مع الرب يسوع المسيح. نحن بنكرمهم بنحييهم لانه جاهدوا جهاد الحسن والرب قبلهم في ملكوته. أنا ما بقى على حالي إلا عيش الحياة هيدي بصلاة وصوم وتعبد لله. هالحياة يعني خلتني أقتنع أكتر وأكتر إنه الأشياء التانية فينا نستغني عنها، ما أنا بحاجة لها. إنه الإنسان عنده رسالة مش بس يعيش هالحياة، يعني الشيء اللي اليوم الحضارة بتركز عليه إنه عيش حياتك تتمتع بالدنيا. الحياة الحقيقية عندك رسالة، أنت وعم تتمتع بهالدنيا شو بدك تقدم، لأنه سريعا ينتهي العمر ويكون الإنسان مهما جمع من ملذات خاصة ما بتنفعه شيء بالموت. إنما بيترك أثر إنه هو يقدم شيء للآخرين.
وما سبقت لهم الخدمة أيضا في هذا الدير المقدس.